الآن موجود في مسرح صناع الأمل، إن شاء الله حيكون الحفل غدا الساعة 6 إن شاء الله في استوديوهات دبي. نحن الآن في إطار التحضيرات لحفل الغد لمبادرة صناع الأمل برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد. قد ايه بتهمك المشاركة بصناع الأمل هون في دبي؟ كثير مهمة بالنسبة لي، لأنه أنا أحد قصص الأمل هاي، لأنه نعطي بصيص أمل لشبابنا العربي من خلال هالمبادرة اللي عملها سمو الشيخ محمد بن راشد. مشكورا لأنه في صناعة أبطال، مش بس نجوم غناء وتمثيل، وفي ناس من أرض الواقع بيعطوا أمل، بيكونوا إنسبريشن للشباب. تعرف شو محمد، في شيء بدي أقوله، لأنه بحاجة العالم العربي لنشوف نماذج. ما تعطيني محاضرات، فرجيني، أعطيني نموذج حتى أقتدي فيه. في كتير شباب بفلسطين وخارج فلسطين بيقتدوا فيه. ليش؟ لأن هذه الحكاية الراقية للأمل. فاستنونا بكرة إن شاء الله الساعة 6 مساء باستوديوهات دبي إن شاء الله في مبادرة صناع الأمل وفي حفل. انتظرونا بكرة.